السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده افكار وحيل وادوات منزليه رائعه جدا هتعجبكم في فيديو النهارده. بس تعالوا قبل ما نكمل كده الفيديو مع بعض للاخر باذن الله، ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، طبعا دي الجهاز بتاع قطاعه اللحمه، بتحط طبعا فيها شرايح اللحمه وبتطلع معاكي طبعا الستيك كده زي ما احنا شايفين، كلها داخله في الاسياخ يعني بالظبط عشان تقدري تعملي الشيش طاووق بتاعك بشكل حلو جدا وباحترافي جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو من الحاجات الاساسيه والمهمه كمان جدا اللي الناس كتير جدا بتبقى محتاجاها، اللي هي مثلا زي كنبه بتتفتح سرير والكلام اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض، الفكره طبعا بتاعتها هايله جدا. ودي كمان برضو كده زي كتفات او زي جاكيت صغير جدا تقدري تلبسيه تحت البدله، تحت اي حاجه حابه تنظم معاكي البدله كويس. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده، طبعا دي من الحاجات اللي احنا شفناها، المراتب وكمان المخدات يعني اللي هي بتبقى سيليكون شويه ومريحه جدا كمان للظهر وللرقبه زي ما احنا شايفين كده، فكرتها كمان مرنه جدا وبسيطه جدا وكمان بتتغسل كده زي ما احنا شايفين، فالفكره بتاعتها هايله قوي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده من الحاجات اللي بتستخدم في الطفايات اللي احنا شايفينها دلوقتي مع بعض، عشان طبعا كمان شايفين بقى الفكره بتاعتها، بتقدري تحطي فيها كده الناس طبعا المدخنين وكده، وكمان فكرتها هايله جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الفكره بتاعت السراير اللي احنا شايفينها دلوقتي دي مع بعض، الناموسيه بتاعت السرير. وتعالوا نشوف بقى هنا كمان برضو ده دولاب، يعني الناس بقى اللي بتشتكي دايما ان المساحه عندها صغيره جدا، تعالوا نشوف كده مجرد ما بتفتح معانا الدولاب ده من جوه متقسم تقسيمه هايله جدا، ممكن ينفع طبعا في المحلات التجاريه وكمان عندك في البيت، ينفع كمان في المطابخ زي ما احنا شايفين هترفع معانا دلوقتي الترابيزه. وهنشوف كده كمان برضو كل الحاجات الخاصه بيها دلوقتي عامله ازاي. دي تنفع برضو كمان للستات اللي هي بتخيط بقى كمان، واخده الفكره دي كانها بالظبط حرفه بالنسبه لها، فالفكره دي هايله جدا تقدري تستخدميها عندك في البيت. وتعالوا نشوف هنا كمان برضو كده بعد ما فردت معانا الترابيزه وهترجع كل حاجه مكانها، يعني فتحت معانا الجهاز ده وهتقفل كمان برضو الدولاب بصوره حلوه جدا وبصوره احترافيه جدا، وشايفين طبعا من جوه شايل كميه حاجات يعني مهوله قد ايه. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده، دي اللي منها كنبة في سرير في نفس الوقت، فالفكرة بتاعتها كمان حلوة جدا. دي كمان كده برضو افكار للشبابيك الالموتيل، الناس كتير طبعا بتبقى نفسها تعملها، والشبابيك دي كمان حلاوتها ان هي ضد المية وضد كمان الاصوات اللي بتكون جاية من بره، فالفكرة كمان بتاعتها هايلة جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو الفكرة اللي بعد كده عبارة عن ايه. عمل كمان طبعا كده زي فتحه برضو عشان الاقراص بتاعت اللمبات اللي شفناها دلوقتي مع بعض. وتعالوا نشوف هنا كمان برضو كده، دي طبعا اللي هي بتكون العربيه المتنقله، شايفين طبعا من جوه فيها الحمام والمطبخ واوضه النوم، يعني دي ما تقوليش عربيه نهائيا، شايفين طبعا من جوه الكرفان ده عامل ازاي، فكرته هايله جدا. في كمان برضو مكان خاص بالاكل، يعني الفكره بجد روعه جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو الافكار اللي بعد كده عامله معانا ازاي. هنا كمان برضو كده الافكار اللي هي بتاعت الكنب، اللي بتعملي كمان الكنبه زي الركنه كده سرير وبتقلب معاكي. وهنا كمان برضو دي طبعا اللي ناس كتير جدا مننا بيشتكي منها، اللي هي ازاي تشيلي الصدى من الهدوم، يعني الفكره دي روعه جدا. ودي كمان برضو القطاعه بتاعت اللحوم والاجبان زي ما احنا شايفين كده، بتقطع معانا الحاجه بصوره احترافيه جدا وبالاشكال اللي انت عايزه تعمليها. دي يا ترى عبارة عن ايه؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا دي ولاعة بالحجارة، فالفكرة كمان بتاعتها هايلة جدا،
دي طبعا بقى البوتي الخاصة بالبيبيهات الصغيرة في مرحلة طبعا بقى تعليم البوتي وكده، فالفكرة بتاعتها كمان حلوة جدا وتشجع البيبيهات الصغيرة وكده. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الرجلين او الستاند بتاع الرجلين من تحت عشان تقدر تعمل معانا الفكرة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي مع بعض. وهنا كمان برضو ده جهاز بيدخل في الشجر بيقطع معانا فروع الشجر زي ما شفنا كده، ودي كمان كده فكرة احترافية تانية هتقطعي بيها البطيخ معاكي بأشكال حلوة جدا، ودي كمان فكرة تقدري تعمليها بقى لو انتي هتعملي كمان تورته عندك في البيت في اي مناسبة في عيد ميلاد وكده، دي فكرة كمان هايلة جدا تقدري تعملي اشكال يعني من الفكرة دي روعة. بعد كده بولة الايس كريم بقى جابها وبدأ يعمل معانا الكور اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، وهيبدأ بيعمل معانا كده كأنها كده طبق وفيها الكور دي من جوه بس طبعا بصورة احترافية مميزة جدا. طبعا لو انتي عاملة كمان عزومة اكل تقدري طبعا تعملي الفاكهة بتاعة البطيخ دي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، وكمان هتشوفوا في الاخر هيبدأ يحط معانا طبعا الكور اللي عملها بتاعة البطيخ كده، ويبدأوا طبعا ياكلوها بقى بالستيك الصغيرة بالشوك الصغيرة. طبعا صورة حلوة جدا وفكرتها روعة بجد. كمان بقى الفرش الصغيرة الخاصة بالشعر، ودي كمان العربية بتاعة البيبي شايفين طبعا بتتطبق اوتوماتيك على طول عشان طبعا تقدري تنقليها معاكي في اي مكان كده بصورة سريعة. دي كمان برضو كده السماعات الهاند فري وبصورة طبعا مختلفة شوية. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الجهاز اللي بيعمل معانا بيفرن طبعا معانا كل حاجة هتفرميها مع الدقيق، طبعا ده في حالة لو انت حابة تضيفي خضار معين للدقيق بتاعك او للعجينة بتاعتك، او في حالة مثلا انت عايزة تفرمي شوية من الفواكه شوية من الخضار بيعمل معاكي برضو كده زي ما احنا شايفين كده الاشكال الاحترافية دي. هنا كمان في حالة بقى ان انتي عايزة تفصلي البياض عن الصفار وتعملي كمان برضو اشكال من الاكل يعني اشكال غريبة شوية واكلات ووصفات مختلفة شوية. دي كمان كده زي مفرمة يدوية بتفرمي بيها الحاجة اللي انتي عايزة تنزليها على الاكل بتاعك. ده هنا كمان طبعا بقى جزء من المنظمات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض الهايله جدا. طبعا شايفين بقى كل ادوات التنظيم اللي بتكون موجوده معانا، وطبعا كل يوم بيطلع بقى اللي هي الحاجات الدواره المنظمات، شايفين طبعا بقى هتبدا تتخلص من كل الكراكيب اللي موجوده عندها وهتستخدم حاجات منظمه بشكل شيك جدا وكمان شكلها حلو في نفس الوقت، يعني تقدر طبعا تحطيها في اي مكان عندك مش هتاخد معاكي مكان لان هي طبعا هتكون ثابته في الحيطه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شايفين طبعا الكراكيب اللي كل الناس بتشتكي منها، هو جاب هنا كمان كده مجموعة من المنظمات وبدأ ينظم فيها الدرج بتاعه بصورة احترافية جدا، كل حاجة كده وضحت في مكانها وبقى شكلها حلو جدا ومنظم ومرتب زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده اللي هو ايه اللي هي اشبه بالمرتبة او السرير طبعا اللي بيتنفخ معانا بالمنفاخ اللي شفناه دلوقتي مع بعض، وطبعا فكرتها هايلة جدا. ده كمان كده زي دولاب صغير بتقدري طبعا تحطيه عندك في الحيطة، وهنا كمان برضو السرير اللي منه كمان ركنة في نفس الوقت. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده بقى من البراويز اللي ممكن تعلقيها عندك في الحيطة بشكل حلو جدا وتقدري تثبتي بيها صور تثبتي بيها اي حاجة نفسك تحطيها عندك في الحيطة ويبقى شكلها جميل شوية زي ما احنا شايفين. دي كمان كده اشبه بورق الحائط بس مع ذلك هو طبعا حاجة متينة شوية اشبه طبعا بالالواح الخشب وبتلزق معاكي برضو زي ما انت عايزة. دي كمان بقى كده تلزقيها معاكي على المراية عشان ما تتأثرش بالمية ولا بأي حاجة خالص، هتشيلها دلوقتي وهترش عليها المية شايفين يعني المية بتنزل عليها اوتوماتيك على طول مباشرة من غير ما تمسحيها ولا اي حاجة خالص. تعالوا نشوف هنا كمان برضو بقى الحاجات اللي هي طبعا مريحة بقى للناس اللي ضهرها بيوجعها كده، وهنا كمان برضو فكرة الرموش والحواجب اللي احنا شايفينها دي طبعا اللي بتمسك في الرموش، وطبعا ناس كتير دلوقتي بتجيبها ودي طبعا حاجة بتختلف طبعا من مكان للتاني. هنا كمان برضو كده اللي هي بتاعة السيراميك زي ما احنا شايفين اللي بتقيس معاكي حجم البلاط بالظبط كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبتطلع معاكي بالصورة الجمالية اللي احنا شايفينها دي مع بعض.
شايفين طبعا عشان تقيس حجم السيراميك بالظبط، وبيقيسها على اساس اللي احنا شايفينه ده، وبيطلع معاه نفس الشكل التيبيكال يعني. طبعا دي بتوفر معاكي في هرد السيراميك جامد، وتوفر معاكي كمان طبعا برضو في ان هي الحاجة تطلع معاكي مظبوطة جدا. شايفين طبعا بقى الحاجة طلعت مظبوطة جدا زي ما هو كان عاوز بالظبط. شايفين طبعا بقى الفكرة بتاعتها هايلة جدا ازاي. دي كمان بقى عجبتني جدا اللي هي القطاعة بتاعت البطاطس اللي بتاخد معانا الشكل اللي احنا كلنا بنكون حابين نعمله، زي البطاطس بتاعت بره بالظبط اللي بتكون طبعا موجودة في المطاعم. فطبعا دي بيستخدموها في معظم المطاعم الكبيرة زي ما احنا شايفين كده، وكمان سعرها مش غالي يعني. هنا كمان برضو بقى المبشرة بتاعت الجزر والخيار، وبتعمل معانا طبعا تقطيع الاكلات بصورة زي ما احنا شايفين كده، صورة حلوة جدا وبشكل حلو جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده البوتاجاز اللي احنا شايفينه ده مع بعض. طبعا كل يوم بيطلع جديد في عالم التكنولوجيا. وهنا كمان برضو المنظمات دي عجبتني جدا، منه زي منظم او دولاب صغير ممكن تحطيه عندك في المطبخ، والفكرة بتاعته عجبتني جدا جدا جدا. شايفين كمان برضو شكله عامل ازاي، والتنظيم بتاعه حلو جدا. دي كمان برضو بقى الكوبايات السيليكون اللي ممكن تحطي فيها السخن والبارد زي ما انتي حابة. طبعا الفكرة بتاعتها عملية جدا، خصوصا كمان بقى في الخروجات، وممكن كمان أثناء الدراسة بتاعتك وكده تاخدي واحدة معاكي في الشنطة، فالفكرة بتاعتها حلوة جدا. ده نفس المنظم كمان تقدري تحطيه عندك في اوضه النوم في المطبخ زي ما انتي حابه. دي كمان بقى صوره من صور الحنفيات اللي احنا شايفينها اللي بتعمل معانا طبعا بقى الدش اللي احنا شايفينه دلوقتي، وفي ناس كتير بتحبها، وفي ناس طبعا ما بتحبش يعني غير شكل الحنفيه او استخدامها للميه العاديه. دي كمان بقى بتثبتيها عندك في الشباك، وتقدري طبعا تنشري كميه من الهدوم زي ما احنا شايفين كده، قمصان تيشرتات مع بعض، الفكره بتاعتها كمان عمليه وحلوه جدا. ده كمان برضو الميزان الحساس اللي بتقدري تعملي بيه مكيال للأكل أو الوصفات اللي انتي حابة تعمليها، وتقدري كمان توزنيها بالظبط زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كمان برضو فكرة اللي هي الإزازة بتاعة المية البلاستيك دي فكرتها حلوة جدا، تنفع بقى كمان أثناء الخروج وكده، وبتطبقيها طبعا وتعنيها على طول. دي كلها حاجات برضو سريعة بس طبعا بتنفع. اتمنى طبعا الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو هستنى تشجيعكم ليا واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.